السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي إن شاء الله في حساب الأحمال على الترصص. حساب الأحمال على الترصص، الأحمال عندي أحمال رئيسية اللي هي برايمري لود، وده طبعا نتيجة الديد لود ونتيجة اللايف لود، واخد بال حضرتك، ونتيجة الايه الفيرتيكال كارين لود. فيرتيكال كارين لود اللي هو حمل الونش، لو في ونش موجود في المصنع عندك بتحرك يبقى ده من ضمن الأحمال الرئيسية. وفي دايناميك لود، وفي سنتريفيكال فورس اللي هو قوه الطرد المركزيه لو في، انما احنا هنركز على الديد لود وعلى اللايف لود مبدئيا في الترس، وبعد كده اما نيجي في الفريم هندرس اللي هو الايه الكرين لودز. السكندري لود كتير قوي، في عندي الويند لود اهو، ده الويند لود، وفي الارثكويك لود، وفي البريكنج فورس قوه الفرامل، وفي اللاترشر قوه الصدمه الجانبيه اذا كان في عندك ونش في المصنع بتحرك. احنا عموما في حاجات كتيره جدا من السكندري لود، احنا هناخد معانا في الاعتبار مين؟ الويند لود. يبقى انا عندي الديد لود واللايف لود، وناخد معاهم الحمل السنوي اللي هو الويند لود. هنيجي في البرايمري لود. اول حاجه الديد لود، لما اجي لترص زي ده كده عند مصنع اهوت، خدت الاستراكشر النظام الانشائي بتاعه ترص، خدت بال حضرتك، فطبعا الترص ده طبعا مش ترص واحد في المشروع، عند اكتر من ترص، فمتغطي بمواد تغطيه من فوق اللي هو الصاج المعرج اللي فوق ده، هو الخط اخر خط فوق ده، هو ده الكفرنج ماتيريال. واخد بال حضرتك الكفرنج ماتيريال ده متحمل على كاميرات اهوت، اللي هي الكاميرات الصغيره دي بيسموها المدادات البيرلينز، واخد بال حضرتك. وفي خط منقط هنا بيسموه الابر ويند بريسنج، الابر ويند بريسنج يعني نظام الشكلات العلوي، وفي ثانيه برضو عندي هنا اللور ويند بريسنج اللي هو نظام الشكلات السفلي، وفي الفيرتيكال بريسنج في الجنب، الخط المنقط اللي في الجنب ده والخط المنقط اللي في الجنب ده. المهم عموما عاوزين نشوف الديد لود بقى. اول حاجه دي من عند الديد لود قلت لك، واللايف لود دي الاحمال الرئيسيه، وهنيجي في الاحمال السنويه ناخد الويند. هنيجي للديد لود. الديد لود عباره عن جزئين، الويت اوف ستيل ستراكشر، وزن المنشا نفسه، وزن الحديد نفسه، وده بنفرضه من 20 ل 40، يعني لو الترس بتاعك الاسمنت بتاعه صغير 12 متر 14 متر اخده 20، انما لو هو 25 24 28 اخده 30، لو هو 30 متر او حاجه زي كده يبقى اخد 40. يبقى ده الويت اوف ستيل ستراكشر، دبليو ستيل اهيت بيساوي من 20 ل 40 كيلوغرام. اضيف له ماده التغطيه اللي الكفرنج ماتيريال ده، اهي ماده التغطيه واخدها انت كوريجيتد ستيل شيت اللي هو الصاج المعرج، وده وزنه من 5 ل 10 كيلو، او واخده سندوتش بانيل. السندوتش بانيل ده زي ما قلت لك عباره عن طبقه صاج فلات تحط عليها فوم مضغوط، وتحط عليها طبقه صاج ثانيه ايه معرجه، فكان عامله زي السندوتش، يعني كان السندوتش تفتح السندوتش تحط جوه السندوتش الجبنه بتاعتك، كان من تحت السندوتش من فوق السندوتش، وفي الوسط ايه اللي هو الغموس بتاع الايه السندوتش بتاعك. فهنا برضه عباره عن رقه صاج فلات يعني افقيه، حط فوقها طبقه الفوم، طبقه الفوم المضغوط، وبعد حط فوقها طبقه الصاج المعرج عامله زي السندوتش، بسموه سندوتش بان. وفي الاسبستوس، انتوا عارفين كلكم الاسبستوس عباره عن الياف صناعيه، ومدي لك الوزن بتاع كل واحد اهو. وفي التايلز اللي هو الارميد، عارف الارميد؟ الارميد اللي بتحطوه على الابواب والحاجات ديت. وفي الجلاسس ممكن تقفل برضه بإزاز، لو انت عندك مثلا مسقط او منور وعامل لك مشاكل من ميه المطر او كده ممكن تقفله بإزاز، بحيث ايه يبقى الاضاءه شغاله زي ما هي. يبقى ده اسمه الفليكسبل ايه روف. ما انا عاوز اطلع وزن مدى التغطيه، ففي عندي نوعين من التغطيه، في فليكسبل روف وفي الريجيد روف. الفليكسبل دي الانواع بتاعته، الكلام ده مهم. الريجيد روف ممكن اغطي السقف اعمله اصب عليه بلاطه خرسانيه سمكه 8 سم 10 سم بالكثير، واخد بال حضرتك. فوزن الخرسانه عباره عن جمع بتاع الخرسانه في سمك البلاطه الخرسانيه، يعني لو انا عندي واخد سمك مثلا بلاطه 10 سم اضربه في جامعه 2.5 يطلع لي ايه؟ يطلع لي وزن الخرسانه اللي هو 250 كيلو جرام على المتر المربع، واخد بال حضرتك؟ يبقى ديت انواع اللي هو الويت اوف كفرنج ماتيريال، الويت اوف كفرنج ماتيريال كيلو جرام على المتر الايه؟ المربع. تعالى بقى يا بطل، عاوزين نجيب بقى البي، البي ديد لود. فالبي ديد لود عندي جزئين، عباره عن البي بتاع الستيل زائد البي بتاع الكفرنج ايه؟ البي بتاع الكفرنج ماتيريال اللي هي ماده التغطيه اللي فوق. فالبي ستيل خلي بالك ده هو مدالك بقول لك 20 كيلو جرام على المتر المربع اللي هي ديت، او ال 40 هناخده مثلا 20 ولا 25 كيلو جرام على المتر المربع، عشان احطه كانه حمل مركز على الترس كده، سواء الترس بتاعي اذا كان مايل بزاويه الفا او الترس بتاعه افقي راس، عشان اطلع البي ديد لود ديت عشان اطلع البي ديد لود يبقى وانا عندي الدبليو ستيل كيلو جرام على المتر المربع يبقى اضربه. لو جيت تبص عندك في البلان ده، ده الترس الاولاني اهو اللي بسموه الانديجيبل ترس، وده الترس رقم 2، وبعد مسافه اس الترس رقم 3، وبعد مسافه اس الترس رقم 4،
وبعد مسافة اس ترس رقم 5 وبعد مسافة اس ترس رقم 6 وهكذا لما توصل لحد الترس الأخير. المسافة بين الترس والترس اسمها اس السبيسنج، والسبيسنج دي من 4 ل 6 متر. يعني معناها ان كل ترس شيل من نص الباكية لنص الباكية، يعني الترس اللي هو شيل من نص اس اللي هنا النص اس اللي هنا. فأنا عندي الحمل بتاع الديد لود اللي هو دبليو ستيل كيلو جرام على المتر المربع، يبقى لو ضربته في المسافة دي وفي العرض ده يديني البي المركزة عند الجوينت بتاعت الترس اللي هي دي يا بطل، واخد بال حضرتك؟ يبقى الدور الاضرب الدبليو ستيل في الاي في الاس، في الاي اللي هي البانل لينس بتاعت الترس اللي هي الاي دي، دي الاي الافقية دي، الاي الافقية اللي هي من هنا لهنا او من هنا لهنا او من نص للنص، يبقى ايه؟ في الاس اللي هي المسافة بين الترس والترس لما يشيل من نص للنص اهو، من نص اس من هنا لنص اس من هنا، يبقى يديني البي ستيل، البي بتاعت الستيل بتاع الكفر كفرنج ماتيريال برضه نفس الكلام، هتبقى لو السطح بتاعك افقي يبقى على طول عباره عن الدبليو سي في الاي في الاس، لو السطح بتاعك افقي زي البي ستيل بالظبط، انما لو السطح مايل يبقى المفروض ماده التغطيه على المايل، يبقى اضرب الدبليو بتاع الكفرنج ماتيريال في الاي داش في الاس، هسوي الاي داش الطول على المايل، طول اي ديت على المايل اللي هي بتساوي الاي مقسومة على كوزين الفا اللي هي زاويه ميل السطح على الافق. خلاص طلعت البي كفرنج ماتيريال وطلعت البي بتستيل، اجمع دي زائد ديت اللي داك البي ايه؟ البي ديت لود، بي ستيل اهيت اللي انا حسبتها اللي فوق اهيت، زائد بي بتاعت ماده التغطيه اللي هي الكفرنج ماتيريال اهي. اروح جاي بقى ارسم الترس بتاعي يا بطل اهوت، ادي البي ديت لود، لان طبعا الجونت دي شايله من النص للنص، والجونت دي شايله من النص للنص، والجونت دي شايله من النص للنص وهكذا، ما عدا اللي في الاخر شايله نص باكيه بس، دي شايله النص ده بس، وده برضه شايله النص ده بس. ادي الايه؟ ادي احمال الديد لود اهي يا بطل، ادي احمال الديد لود اهي، تعرف تطلع الرياكشن؟ طبعا ده كله متماثل، يبقى مجموعهم على اثنين يدي لك الرياكشن والرياكشن. تعرف تجيب لي الفورسز في المنبر؟ يا اما الموسيت اوف جوينت يتحلل عند الجوينت، يا اما الموسيت اوف سكشن، يا اما بالستريس دايجرام، او ممكن واحد فيكم هو الراجل كاتب لك كل حاجه اهو. الانترنال فورسز المقصود بها الاكسيال فورسز في التراس، ممكن تكون كومبريشن وممكن تكون ايه؟ تنشن. يعني ممكن الفورسز تطلع هنا، تطلع هنا تنشن يبقى ده تنشن ممبر، وهنا تطلع كومبريشن ممبر، واخد بالك؟ كل اللي فوق ده يطلع كومبريشن ممبر، وكل اللي تحت ده يطلع تنشن ممبر. يبقى انت تحلل بالميثود اوف جوينت انت خدتها في السور اوف ستراكشر اللي هو نظريه الانشاءات، او الميثود اوف سكشن، او الاستريس دايجرام ميثود، او ممكن تحلها برنامج الساب يا راجل، ساب 2000 او ستاد 3 او بروكن او انسس، في برامج كتيره جدا جدا موجوده، تدخل الحمل دهوت وعلى طول يحل لك في ثواني، يطلع لك الايه؟ الفورسز في المنبر بتاعت الترسس. واخد بال حضرتك؟ يبقى طلعنا كده الايه؟ الفورسز في المنبر بتاعت الترسس نتيجه الديد لود. تعالى نتيجه اللايف لود، نتيجه اللايف لود لو رحت في الكود بتاع الاحمال، مش الكود بتاع السيل، الكود بتاع الاحمال، كود المصري للاحمال، وده موجود على النت، هتقدر هيدي لك هو الكرفات دي. هيقول لك حضرتك السطح بتاعك ايه؟ ان اكسسبل روف فليكسبل، يعني سطح غير مسموح الصعود به، بيدي لك الكيرف بتاعه ده. غير مسموح الصعود به، يدي لك الكيرف بتاعه ده. يعني لو انت تشوف تان الفا بتاعتك، تان الفا اهي، دي تان الفا، تان الفا 2 من 10، تروح طالع بخط راسي وجاي عند ده واتجه افقي، يطلع لك الدبليو ايه؟ الدبليو لايف لود. لو السطح بتاعك متغطي بصاج ومش مسموح الصعود عليه، يعني ما فيش سلالم تطلعك فيه. طب لو السطح بتاعك يا بطل ريجيد روف، يعني عامله خرسانه بس مش مسموح الصعود عليه، يبقى تستعمل الكيرف الثاني ده، اللي هو الكيرف ده 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 خلاص. طب لو السطح بتاعك بقى خرسانه وفي سلم تطلع فوق، قال لك تستعمل الكيرف الثاني ده 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 خلاص. فانت عندك تن الفا، تطلع من تن الفا اهو، لو انت السطح بتاعك فليكسبل وان اكسسبل تيجي افق كده تجيب الدبليو لايف لود، او لو السطح بتاعك تن الفا ب2 من الان اكسسبل بس ريجيت تطلع راسي وتيجي افق تطلع الدبليو ايه لايف لود، او لو السطح بتاعك خرسانه ومسموح الصعود عليه يعني في سلم تطلع وتيجي افق كده تطلع الدبليو لايف لود كيلو جرام على المتر المربع. هو صاحبنا بقى بيدي لك معادلات ثلاثه لكل كيرف، يعني الكيرف ده له معادله، الكيرف ده له معادله، كيرف ده له ايه؟ له معادله. لو جينا مثلا السطح ده عاوز اطلع الدبليو ديات، مش هقول بقى اخد تان الفا واطلع وخط راسه وكده، لا ده مدي لك معادله اهي اللي هي عباره عن ايه؟ يعني لو عندي 2 من 10 طبعا الرقم ده ثابت 20، الرقم ده ثابت ايه؟ ده 20، يبقى انا عاوز الحته دي، يعني ال 2 من 10 لو طلعت راس هاخد ال 20 وبعدين اخد الحته دي في المثلث. الحته دي تعرف تحسبها في المثلث؟ اه، الحته اللي انت عايزها على المسافه من هنا لهنا 40 بتساوي المسافه من هنا لهنا على المسافه من هنا لهنا، تشابه مثلثات، تطلع لك المعادله دي يا بطل. يعني انت مجرد ما تعرف لو السطح بتاعك قال لك ده اهو،
تروح واخد المعادله دي. لو السطح قال لك السطح بتاعك ان هو غير مسموح بس ريجيد، تاخد المعادله بتاعت الكيرف رقم 2 اللي هي دهي، اللي هو الرقم اللي عندها كان 50 ثابت اهوت، وهتاخد الحته بتاعت المثلث الزياده اللي هنا اللي هي المعادله بتتعوض بتنقر. لو قال لك السطح بتاعك اكسس بالروف يعني خرسانه ومسموح الصعود في سلم، يبقى تاخد المعادله رقم 3 اللي هي دي، اللي هو الجزء الثابت 50 زائد الحته اللي هي ايه في المثلث ده بالنسبه للتناسب، اللي هي الحته دي اللي انت عايزها بتساوي المسافه من هنا لهنا اللي هي على 150، واخد بال حضرتك، بتساوي المسافه ديت على المسافه دي اللي هو الكلام ده. يبقى مدي لك معادلات، طلع الدبليو لايف، جبت الدبليو لايف فلوت كيلوجرام على المتر المربع اهو، كيلوجرام على المتر المربع، تضربها في الاي في الاس، تضربها في الاي في الاس يطلع لك ايه اهو، ضربها في الاي في الاس ادالك البي لايف فلوت، ادالك البي لايف فلوت اهو يا بطل، ادالك البي لايف فلوت. خلاص كده، خلاص حط بقى البي لايف فلوت، بي لايف زي البي دي فلوت بالظبط، متماثل زيه بالظبط. فانت بقى كان في وقت برضه هتجيب الرياكشن وتطلع الاكسيال فورسز في كل الممبر بتاعت الترس، هيطلع فيهم مثلا تنشن والتاني كومبريشن تنشن وهكذا، وكل اللي فوق زي ما قلنا كلها كومبريشن ممبر، وكل اللي تحت تنشن ممبر. في بقى واد ذكي قوي بيعمل ايه بقى يا سيدي بقى؟ مش انت جبت الفرص نتيجه الديد لود، هقسم البي لايف لود على البي ديد لود يطلع لك فاكتور، اروح ضربه في الفورسز اللي طلعت من الديد لود يديني الفورسز اللي طلعت من اللايف لود. تاني هقسم البي لايف لود على البي ديد لود اللي كنت حاسبها قبل كده يطلع لك نسبه، النسبه دي تضربها في الفورسز اللي طلعت من الديد لود يدي لك الفرصة اللي طالعه من اللايف لود. او ممكن تحلها بقى بالطريقه العاديه، بس انت تحلها مره واحده وتطلع فاكتور وتضرب المسد اوف جوينت المسد اوف سكشن ستريس دايجرام، او تحلها ببرنامج. ماشي يا بطل. تعالى للويند لود او الويند اهو، الويند جاي من هنا طبعا بيخبط في الترس هنا كده او في المبنى بتاعك، وهن بيطلع وهن يرجع يسحب كده، فبيعمل هنا ضغط ويعمل هنا سحب. عشان اطلع الانتنستي بتاعه الويند لود اللي هي دبليو ويند لود بتساوي سي في الكي في الكيو، السي في الكي في الكيو. تعال بقى نشوف السي في الكي في الكيو نحسبهم ازاي زي ما الكود قال لنا اهوت. قال لك السي اهو معامل توزيع الضغط او السحب الرياحي الخارجي على سطح المبنى، ويعتمد على الشكل الهندسي، وده هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. الكي برضه معامل التعرض يتغير مع الارتفاع، يعني على حسب ارتفاع المنشأ، ارتفاع 10 متر قال لك خد الكي بقى كده، ارتفاع 20 متر خد الكي بقى. نشوف الكلام ده في الجدول دلوقتي. ودي كثافه الويند بقى، طبعا هنا في مصر زي ما قلت لحضرتك عاملين خريطه منطقه واحد منطقه اثنين منطقه ثلاثه، ومحدد لك كثافه الويند، اقول له خد كثافه الويند قد كده 90 كيلو جرام على المتر المربع، او خدها 50 كيلو جرام او خدها 100 كيلو جرام على المتر المربع. فنضرب السي في الكي في الكيو يديني الدبليو ويند. تعال بقى نشوف السي، السي اهو الكلام ده موجود في الكود بتاع الاحمر، راسم لك الرسومات دي كلها بالظبط كده. يعني لو الفريم عندك كده او الترس عندك افق كده اهو مستطيل، تاخد السي في الجنب، الويند جاي من هنا والويند جاي من هنا، الويند جاي كده، يبقى السي تاخدها بزائد 8/10. انت بتقول السي في الكي في الكيو خد السي 8/10 لو انت بتحسب الاحمال على الجنب ده، لو هنا تاخدها بناقص 8/10. ده الكود اللي بيقول لو الجنب ده اللي فيه سحب تاخدها ناقص نص. طب لو الترس او الفريم بتاعك مش افق مش بورتال كده، مش بورتال مش ايه مش مربع كده، لا ده هنا بيتش دروف كده، قال لك السي هنا برضو الويند جاي كده اهو جاي كده جاي كده، يبقى تاخد السي هنا بايه بزائد 8/10. الجزء المايل اللي في اتجاه الويند، الويند جاي كده اهو، الجزء المايل في اتجاهه تجيب السي دي من الشارتس، هنشوف الشارتس دلوقتي. والسي في الجنبين التانيين كلهم بناقص نص وايه وساحب وساحب، انما ده ضغط، خلي بالك دي بقى يا سحب يا ضغط، هنشوف دلوقتي في الايه في الشارتس اللي جايه. ده الشارت اهو يا بطل، دي متوقف على تان الفا، عاوز اطلع السي في الجنب اللي هو المايل في اتجاه الايه؟ في اتجاه الرياح، في الجنب المايل اللي في اتجاه الرياح، في الجنب المايل في اتجاه الرياح. لو تان الفا ب 2/10 اللي هي زاويه ميل السطح على الافق، سطح الترس او سطح الفريق 2/10، تروح نزل راسي يبقى السي بناقص 8/10. طب لو تان الفا ب 9/10 تطلع اهو، تطلع السي بزائد 8/10. طب لو تان الفا بنص هنا، يبقى في جزء موجب سي موجب وفي جزء ثاني سالب. هو طبعا المفروض تاخد كل واحده وتحل، انما هنا هنجمع جمع جبري، ده جزء سالب ده بالناقص وده بالزائد، يطلع الجمعه بالناقص. يعني لو جينا عند 4/10 تطلع ناقص 6، ولو طلعت فوق تطلع زائد 2، يبقى ناقص 4/10، تجمعهم جمع جبري الاثنين. طب لو عندي مثلا 7/10، 7/10 يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا تقريبا 6/10 بالزائد، وتنزل تحت تقريبا ناقص 2/10 بالسالب، يبقى زائد ايه؟ يبقى زائد 4/10 بالموجب، وهكذا. فهو ملاحظ هنا من الشارتس دي ان لو تان الفا اقل من 4/10 يبقى السي بتاعتك ناقص 8/10. طب لو تان الفا 8/10 وانت طالع اكبر، يبقى السي بزائد ايه؟ بزائد 8/10. دي الشارتس اللي انت هتعوض بها في
في الجزء المايل اللي هو في اتجاه الريح زي كده. يعني افرض الفريم بتاعك باكيتين اهو، السي هنا طبعا الضغط العمودي زائد 8، هنا بقى اهو من الشارت شيفت ان الفا كام؟ شيفت ان الفا، وتطلع السي يا بوزيتيف يا نيجاتيف. اذا كان نيجاتيف يبقى ساعه، اذا كان بوزيتيف يعني بتضغط خلاص. والسي في كل الاركان الثانيه كلها ناقص نص ناقص نص كلها سحب اهو، واخد بال حضرتك؟ خد امثله ثاني، لو انت عندك بارك للعربيات اهو، محطه باص ستيشن عاملين كده فريم وعاملين مظله وحاطين هنا الجلسات، الويند جاي كده اهو طبعا بيضغط هنا بزائد ايه 8 من 10، والجزء ده مايل في اتجاه الويند، يبقى طلع السي من الشرط طبعا، وبيسحب هنا بناقص نص طبعا. دي ازاي ال 8 اتجاهها كده والناقص نص اتجاهها كده، اروح جمعهم جمع عجب، ما تقولش بقى زائد 8 وناقص نص، لا ده 8 ونص لان اتجاههم واحد، يبقى زائد 1.3، واخد بالك؟ ده المحصل بتاع الاثنين لانهم في اتجاه واحد، ماليش دعوه بالاشاره، في الاتجاه واحد. نفس الكلام هنا يا بطل. هنا طبعا هو باني هنا حيطه وحاطط جنبها الاستراحات، فالحيطه دي معلهاش ويند، مش هيأثر على العمود. فهنا 8 من 10 برضه، وهنا السم الشرطس، وهنا ناقص نص، اجمع ال 8 والنص يطلع 1.3، واخد بالك؟ الكلام ده كله موجود في الرسومات بتاع كل الاحمال. اهو بقى شوف بقى، مش انا بقول لك لو اتجاه الويند، اتجاه السطح المايل في اتجاه الويند تاخده من الشرطس، اهو جايب السم من الشرطس، وهنا 8 من 10 ونص. انما بقى ده بفرض الاتجاه المايل بقى مش في اتجاه الويند، يبقى تاخدها بناقص 8 من 10. ده كلام الكود بتاع الاحمال ما نقدرش نخالفه. كلام كويس قوي. وادي الكي يا بطل، ادي الكي، خلي بالك ادي الكي اهيت اهو. لو الارتفاع المنشأ بتاعك من 0 ل 10 متر تاخد الكي بواحد، من 10 ل 20 1.1، من 20 ل 30 1.3، وهكذا لحد من 120 ل 160 في اللي هو ناطحات السحاب، واخد بال حضرتك؟ تاخد الكي ب 2.1، اكتر من 160 تاخدها بايه؟ ب 2.3. ده الكيو بقى يا بطل، ده الكيو اللي هي كثافه الويند. هو عامل لك خريطه مصر، مرسى مطروح والضبعه وراس سدر، تاخد الايه كثافه الويند 90، اسكندريه والسلوم وجميع المناطق الساحليه 80، كايرو واسيوط وبلبيس تاخد 70، المنصوره تاخد 50 اهو، المنصوره وطنطا ودمنهور تاخد 50. خلاص يبقى انت عرفت الكيو والكي والسي، تضربهم في بعض الثلاثه اللي هي السي في الكي في الكيو، هي ديت الدبليو ويند لود. تعالى بقى يا سيدي، ادي الترس قدام حضرتك اهو. عاوزين نطلع بقى البي ويند. خلي بالك الملاحظه الخطره جدا هنا، ان البي ويند عمودي على السطح، ما هوش راس زي الديد لود واللايف لود، عمودي على السطح، سواء عمودي ضغط او سحب. اهو الويند جاي كده اهو، يبقى طبعا ده عشان دي عمدان بقى، هنجيب الحمل عليها موزع على الايه؟ على الاتجاه الطولي بتاع العمود. خدت بال حضرتك؟ انما هنا عند الجوينت بتاعت الترس عاوزين نجيب الحمل المركز. فالبي 1 بتساوي السي في الكي في الكيو، دي كثافه الويند، الثلاثه دول في بعضهم تلاقيهم ثابتين في كله، السي في الكي في الكيو، اضربها في الاي في الاس زي ما عملت هناك يديني البي 1. خدت بال حضرتك؟ هنا طبعا شافتان الفا زاويه ميله لقاها طلعت ايه؟ بالسالب من الشرطس، فراح واخدها بايه؟ بالسالب. البي 2 نفس الكلام، السي في الكي في الكيو، السي في الكي في الكيو دي الدبليو ويند لود، اضربها في الاي في الاس. واللي هنا بقى الجنب الثاني ده والجنب ده، السي على طول بناقص نص اهو، واخدها بناقص نص. والاي عندك اللي هي المسافه بين الترس والترس، واخد الاس اللي مسافه بين الترس والترس، والاي اللي هي البان اللينس اللي هي المسافه ايه ده، دي اسمها المسافه ايه ده، من هنا لهنا ايه، من هنا لهنا ايه، من هنا لهنا ايه، من هنا لهنا ايه. خلاص يبقى طلعنا البي واحد، وخلي بالك اول جوينت شايله النص بس، انما الجوينت اللي هي الثانيه دي البي هنا من النص للنص، والبي دي من النص للنص، فبضرب السي في الكي في الكيو في الاي في الاس. اما اجي عند ده في الطرف اروح ضرب ده في نص، هنا في نص وهنا في نص. تعال نجيب الدبليو واحد بقى، دبليو واحد ده بيساوي ايه؟ ده حمل موزع بانتظام على العمود، بتساوي السي في الكي في الكيو، ده كيلوجرام على الايه؟ على المتر المربع، اضربه في المسافه اس بين الفريم والفريم او بين الترس والترس، يديني الدبليو واحد. ونفس الكلام بالنسبه للدبليو 2، بس خلي بالك بقى الكي هنا هو بيقول لك ده 10 متر، فالكي بالنسبه للدبليو 1 بواحد، انما بقى اكتر من 10، من 10 ل 20 اللي هو الدبليو 2، فخد الكي ب 1.1 اللي هو من الجدول بتاع الكي. دبليو 3 ودبليو 4، دبليو 3 لو جينا لدبليو 3 برضه السي في الكي في الكيو في الاس، هنا الكي بواحد، لما اجي عند دبليو 4 السي في الكي في الكيو، بس هنا الكي ب 1.1، وخلي بالك السي هنا وهنا بناقص نص اهو. خلاص؟ طبعا دي الويند جاي منين بقى؟ جاي من هنا، جاي من الليفت اهو، جاي من الشمال. واحسب هنا بقى ايه؟ ما هنا بقى ما ينفعش اقول اخد، لان الاحمال هنا ايه؟ عموديه على السطح اهو، بل عموديه على السطح. اروح الاحمال دي حضرتك اقلبها، يعني الدبليو 3 تيجي مكان دبليو 1، ودبليو 4 تيجي مكان دبليو 2، والبي 1 تيجي مكان بي 2، يبقى كان الويند جاي منين؟ جاي من اليمين اهو. ونفس الحسابات،
ونحل. اوعى تقول ان انا اخد الاحمال ده اعكس، لا، لانك انت الكلام ده صح لو دي فيكسد وفيكسد، لو دي فيكسد وفيكسد او هنج وهنج، انما لو هنج ورولار ستاتيكالي ديتيرميند الهنج مكانها ثابت، انما الاحمال هي اللي بايه اللي بتتعكس. يبقى لازم احسب لكل حاله على هي. تعالى بقى يا بطل نجيب الايه الديزاين فورس. انت عملت ايه بقى؟ انت حليت نتيجه الديد لود، جبت الاحمال في كل الممبر نتيجه الديد لود في الجدول ده اهو. الابر كورد ابر 1 وابر 2 وابر 3، اللور 1 ولور 2، دياجونال 1 دياجونال فيرتيكال ممبر. جبت الاحمال في الممبر، الفورسز في الممبر نتيجه الديد لود وحطيتها في الخانه دي، وجبت الاحمال في الممبر نتيجه اللايف لود وحطيتها في الخانه دي، وجبت الويند هو جاي من اليمين، جبت الاحمال في الممبر او الفورسز في الممبر حطيتها في الخانه دي، وجيت عكست يبقى الويند جيم الرايد، وجبت الفورسز في الممبر في الخانه دي. عاوزين بقى عندنا كيس ايه وكيس بي. ايه بقى كيس ايه وكيس بي؟ نشوف الكلام ده هنا عشان نحسب ازاي هنعمل نكمل الجدول. قال لك كيس ايه برايمري لود اللي هو الديد لود واللايف لود بس، فالاف ماكسيمم تجمع دي مع دي مفيش مشكله خالص، والاف مينيمم عباره عن الاف ديد لود بس. طب كيس بي قال لك هو البرايمري لود زي ما هو بس تضيف له السكندري لود اللي هو الايه الويند لود. يعني في الكيس بي عباره عن ديد لود واللايف لود زي دي الويند لود بتاعك اللي هو جاي من اليمين والشمال. ولو في كرين لود خلاص دي هنقوله بعدين لان مش قابلنا هنا في الترس، قابلنا في الفريق. يبقى الاف ماكسيمم في حاله كيس بي الاف ديد لود زائد الاف لايف لود زائد اللي هتزودها من الويند ريت او الويند ليفت اللي هي بنفس الاشاره اللي هتزودها، والاف مينيمم عباره عن الاف ديد لود واخد بال حضرتك زائد اللي هينقص اللي هو اوبوزيت ساين اللي هينقصها من الويند رايت والويند ليفت. نيجي هنا هو ادي كيس ايه مفيش مشكله خالص، هشتغل على الاثنين دول اجمع الاثنين دول مع بعض، ناقص 2 وناقص 3 يبقى ناقص 5 اهي. طب والاف مينيمم في الكيس ايه اللي هي تنقل الخانه دي كلها تروح ناقلها هنا اهو، لان الاف مينيمم عباره عن الاف ديد لو. طب نيجي للاف ماكسيمم في كيس بي اهو، هنقول الديد واللايف واللي هيزوده من الاثنين دول مش الاثنين اللي هيزوده منهم، اللي هيزود دول يعني ناقص 2 وناقص 3 ناقص 5، مين اللي هيزوده؟ زائد 2 من 10 ولا ناقص نص؟ ناقص نص، يبقى دول ناقص 5 وناقص نص يبقى ناقص 5 ونص اهي. طيب طب الاف مينيمم في كيس بي اهو اللي هو الاف ديد لود واللي هينقصه من الاثنين دول بقى مش اللي هيزوده اللي هينقصه، مين اللي ينقص؟ ناقص 2 اللي هي زائد 2 من 10 يطلع 1.8 من 10. يبقى انت هنا يبقى انت جبت الماكسيمم والميمم في كيس ايه وجبت الماكسيمم والميمم في كيس. نشوف مثال تاني اهو، نشوف كيس ايه اف ماكسيمم ديد ولايف اهو يبقى زائد 7 اهي، المينيمم زائد 5 اهي زي ما هي. طب هات لي الماكسيمم في كيس بي، يبقى تقول الديد واللايف واللي هيزودهم الاثنين دول، فدول الديد واللايف زائد 7 اللي هيزوده زائد 1 يبقى 8 اهي زائد 8، المينيمم اللي هي زائد 5 مين اللي ينقصه؟ ناقص 1 يبقى زائد 4 وهكذا. نيجي هنا دياجونال اهو، الماكسيمم اهو ناقص 2 وناقص 1 يبقى ناقص 3 اهو، والمينيمم ناقص 2 زي ما هي، المينيمم ناقص 2، المينيمم اف ديد لود اللي هي ناقص 2، المينيمم ناقص 2، دي ناقص 2 دي مش 1 دي ناقص 2. تعالى هات لي بقى الكيس ايه؟ كيس بي اف ماكسيمم، اف ماكسيمم دي ودي ناقص، مين اللي هيزودهم؟ ناقص 1.5 يبقى ناقص 3 وناقص 1.5 يبقى ناقص 4.5، المينيمم اللي هي ناقص 2 مين اللي ناقصها؟ اللي هي زائد 8 من 10 يبقى 1.8 من 10 وهكذا. نيجي بقى نجيب الايه؟ الديزاين فورس يا بطل. عندي بقى كيس ايه وكيس بي اهو، نجيب الديزاين. قال لك تيجي على الكيس ايه ده اهي، هتضرب الاف ماكسيمم كيس ايه في 1.2 من 10. اذا كانت اكبر من الاف ماكسيمم هنا يبقى الاف ديزاين عباره عن كيس ايه. تاني هجيب اف ماكسيمم في كيس ايه اضربها في 1.2 من 10 اللي هي الخمسه دي. في 1.2 من 10 الاف ماكسيمم تضرب في 1.2 من 10، لو اكبر من الاف ماكسيمم بتاعت كيس بي اكبر منها يبقى الديزاين بتاعتك اف ماكسيمم بتاعت كيس ايه اهو كده اهو. انما لو طلعت اقل يبقى الديزاين زي دي. نيجي هنا الكيس دي مثلا، هنا الاف ماكسيمم بتاعت كيس ايه اضربها في 1.2 من 10 تطلع 3.6 من 10 مش كده؟ اكبر من الاف ماكسيمم هنا دي 3.6 وده ناقص 4، لا يبقى الاف ديزاين كيس بي ونكتب جنبها كيس بي وهكذا. الكلام ده طبعا موجود عند حضرتك هنا اهوت اهوت. لو الاف ماكسيمم اهو نفس اشاره الاف ماكسيمم الاثنين باشاره واحده، هروح ضارب اف ماكسيمم ايه في 1.2 من 10، لو اكبر يبقى الديزاين بتاعتك اللي هي الاف ديزاين بتاعت كيس ايه، انما لو هي اقل يبقى الاف ديزاين عباره عن كيس بي او كلام اهو. طب افرض بقى يا بطل لقيت الاف ماكسيمم في كيس ايه باشاره موجبه او سالبه والاف ماكسيمم في كيس بي باشاره سالبه عكس بعض، فقال لك تعمل ايه؟ قال لك تقسم الاف ماكسيمم نيجاتيف على الاف ماكسيمم بوزيتيف. لو طلع القسمه ديت اكبر من 60% يبقى الاف ديزاين بتاعتك اف ماكسيمم نيجاتيف، لو طلع العكس يبقى الاف ماكسيمم ايه بوزيتيف.
طب افرض بقى انا عندي في كيس A او كيس B من التو كيسز واحده فيهم بتساوي صفر، يبقى خلاص لو واحده فيهم بتساوي صفر والاثنين بنفس الاشاره يبقى الاف ماكسيمم اف A اللي هي الاف اللي هي الاشاره الكبيره. بس كده يا بطل يبقى احنا خلصنا الاحمال على الكباري وجبنا الديزاين فورسز المطلوبه. هنقول ستوب بقى خلاص كده.